أود أن أبين حول خطة المشاريع لعام 2024 والتي وردت لمجلس محافظة البصرة لغرض مصادقتها، التي تضمنت 859 مشروع موزع على كل القطاعات، والتي كانت في المقدمة قطاع التربية والصحة والكهرباء والبلدية والبلديات والزراعة والمنافذ ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية ورئاسة الجامعة والمجاري والماء ومشاريع وزارة الداخلية والطرق والأوقاف والمحاكم. طبعا وزعت المشاريع على المركز وعلى الأقضية والنواحي، والتوزيع كان وفقا للمعايير الدستورية. طبعا نص الدستور العراقي لعام 2005 أن يكون توزيع الثروات الموازنة على المحافظات ومعايير، وهي نسبة السكان كثافة السكانية والمحرومية ونسبة الفقر. طبعا لا يخفى علينا، الكل يعرف أن المبلغ المخصص للبصرة عام 2024 830 مليار فقط، وتحدثنا كثيرا عن قلته وعدم كفايته للمشاريع الموجودة في البصرة. طبعا لدينا مبلغ لدعم الأمن الغذائي 1 مليار، ولدينا مبالغ بترودولار، هاي مبالغ داعمة للموازنة، ولدينا مبالغ فرق السعر المثبت في الموازنة الدولة العراقية، حيث أن السعر المثبت 65 وحاليا هو السعر البرميل 80، فكل محافظة منتجة للنفط والبصرة من المحافظات المنتجة للنفط، فلدينا مبلغ من فرق السعر. طبعا للمجلس حق حسب قانون المحافظات حق المناقلة بالمشاريع، ولدينا حق إضافة المشاريع المستبعدة واستبعاد مشاريع، ولدينا أضافة مشاريع غير موجودة. خطة حسب رأيي كانت موزعة بصورة جيدة ولم تغفل عن أي قطاع، وحتى كانت توجد مشاريع من محافظة البصرة لوزارات اتحادية كرئاسة الجامعة، وذلك من أجل أن تكون رئاسة جامعة البصرة في مصاف الجامعات الدولية. ولا يخفى علينا أن السنة هي طلعت يعني ظهرت الأولى على بالتصنيف، ولدينا مشاريع للوزارة الداخلية. طبعا نحن أهل البصرة من يراجع هذه الدوائر، ونحن لدينا خطة للتطور لأن حتى نكون الأول في المدارس والأول في كل المجالات، في البنى التحتية، في المدارس، في المستشفيات، في الجامعات إن شاء الله. طبعا ناقش المجلس لجلستين الخطة، تم تشكيل لجنة حول دراسة الخطة، طبعا وبعد أسبوع إن شاء الله يتم إقرار الخطة. وكانت الخطة طبعا المناقشة حول الأقضية والنواحي. طبعا في بعض الأحيان وطبعا انتشرت أحاديث كثيرة وتصريحات عن منطقة خور الزبير. طبعا خور الزبير تم إقرارها كناحية من قبل المجلس قبل أشهر أعتقد مجلسنا، ولحد الآن لم يعين لها مدير ناحية، ولم يتم استحداث دائرة بلدية ولا دائرة ماء ولا دائرة، حتى طبعا لحد الآن هي لم تكتمل الموافقات من الوزارات لغرض افتتاح بلدية. كانت المشاريع التي وردتنا مضافة إلى قضاء الزبير طبعا، وكانت لديها مشاريع أيضا بالخطة. طبعا المحافظة تدرج قسم التخطيط يدرج المشاريع في الخطة وفقا لما تصله من مدراء الوحدات الإدارية القائمة قامين والمدراء النواحي والدوائر المستفيدة. أثار أيضا جدل كثير حول الأسعار في الخطة، الأسعار وجدول الكميات طبعا تضعه يعني الكثير لا يعرف من يضع الأسعار. طبعا مثل دائرة البلدية لديها مشروع ترسل الكشف الفني أو التندر أو جدول الكميات إلى المحافظة مسعر، وأيضا القائمة قام يرسل الكشوفات والتندر جدول الكميات كامل إلى المحافظة. وأن عدم إدراج بعض المشاريع ليس بسبب المحافظة، بسبب تأخر الوحدات الإدارية في إرسال الكشوفات، يعني لا يدرج المشروع إلا أن يكون متكامل ناحية الكشوفات وجدول الكميات والأسعار.